مرحبا شباب، عاملين ايه؟ النهارده معايا تيجي يوم ماستر دول. في حلقه النهارده شباب هنشوف مع بعض اللونر ديك جديده في السولو مود، بس قبل ما نبدا حط لايك عنيف وانا اشترك على القناه. الجديدة يا شباب هتكون عن سلايفر تنين سماء. عايزين نبص بصة على اللونر ديك يا شباب ونجربهم مع بعض. معانا ايه هنا؟ معانا ورقة تراب، وممكن نلعب الوحش ده في الدفاع. وهنهي دوري. شغل. حلو جدا. استدعي حته لينك يا شباب، استدعي حته لينك. تعالى كده يا باشا، حته لينك يا شباب، جامده جدا. الله، بتهرج، جامده جدا. عاش عاش والله. جامد جامد جدا. تعال نلعب البوليمرايزيشن. لا، عظمة وربنا، عظمة وربنا. ماشي. بتهرج، بيلعب بالديستني بورد. يلعب بالديستني بورد يا شباب. ماشي. طيب احنا ممكن نهجم. ماشي ماشي. مش هنفنش الجيم، مش هنفنش الجيم، مش هنفنش الجيم، عشان احنا بس محتاجين نشوف ايه، يعني ايه اللي ممكن نعمله. عايزين نستدعي سلايفر، نحاول نستدعيه الجولة الجاية. ماشي، نحاول نستدعيه يا شباب. نعمل ايه؟ نستدعي سلايفر تنين السماء. الله يا جماله، اديله. حته دمج اهي كمان يا شباب. واو، لا خطيره يا شباب، خطيره. لونر ديك فظيع يا شباب، لونر ديك جامدة جدا، جامدة جدا. ما واجهتش أي صعوبة وأنا بلعب باللونر ديك دي بصراحة. لكن طبعا خلينا برضو نجرب ندخل التشالنج ديستني بورد بس بمجموعة تانية. ماشي،
حلوة، مش حلوة خالص. بيك نتغلب عليها بسهولة بإذن الله، نتغلب عليها بسهولة يا شباب. نلعب ال نلعب الكيوس 4، نلعب الكيوس 4 ماشي، وهنضحي بحته بلو ايز كده في ايدينا، اللي في ايدينا ماشي. هفنش الجيم على طول من ترن، من تاني ترن على طول هنفنش الجيم من تاني ترن. ونلعب مونستر ريبورن ونرجع بلو ايز تاني. بس شكرا. ندمر ورقة السحر، ندمر ورقة السحر يا شباب دي. بس نهجم بقى، نفنش الجيم على طول. شكرا شكرا. جامده جدا البلايز، مفيش كلام، خلي بالك جامده جدا. كان بيلعب بالديستني بورد، والديستني بورد مش قويه قوي، اي ورق سبيل وبتاع فاهم انت، يعني ما انصحش اي حد يلعب بالديستني بورد، مش اقوى حاجه يعني. خلينا نبص بس كده على لونر ديك اللي بعدها. طبعا احنا لعبنا بسلايفر، هنا في بقى ايه بقى، باتل تو يونت ذا جادز. طبعا في برضو سلايفر تاني، وفي اوبليسك بقى ترمينيتور، ويعني مجموعه برضو قويه جدا. لو انت حابب شويه نجرب اللور ديك دي الحلقه اللي جايه، ونكمل بعض في فيديو ماستر دول. لايك شير كومنت سبسكرايب فعل الجرس، وتستنى الحلقه اللي جايه. سلام.